السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبياكم جميعا، أهلا وسهلا بكم. ما زلنا في حلقاتنا اللي بنتكلم فيها عن ضحكات الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا احشرنا جميعا مع حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس الأعلى. اللهم يا ربنا، يا الله يا كريم، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. مرة من المرات كما ورد في المجلد الثاني في مختصر المعتصر، إن كان هناك جيش من جيوش المسلمين، فقائد هذا الجيش المدلجي اسمه بعث سرية من هذا الجيش وولى عليهم كأمير الصحابي الجليل عبد الله ابن حذافة السهمي. فعبد الله ابن حذافة كان رجل فيه دعابة، كان يحب ينكت، ياهو الصحابة هو يا جماعة الخير، بس كان الإيمان في قلوبهم كالجبال الرسخة. عبد الله ابن حذافة ده ليه قصة طويلة جدا وجميلة على فكرة، كيف كان إيمانه رغم التعذيب وكذا وكذا في زمن سيدنا عمر بن الخطاب، حتى ان هو يعني في نهاية قصته انه يعني بسببه او بسببه ان رب ان الامير الناس الاعداء يعني سبحان الله يعني اطلق جميع السجناء المسلمين بسبب عبد الله بن حذافة في نهاية، لان سيدنا عبد الله بن حذافة قبل رأسه، قال له قبل رأسي وحسيبك وحاطلع على الناس المسلمين كلهم اطلعهم، فعمل كده. فلما وصل لسيدنا عمر، سيدنا عمر قبل رأس عبد الله بن حذافة، وأيضا سأل الصحابة كلهم يقبلوا رأس عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة السهمي كان رجل قوي جدا، كان رجل فيه دعابة أيضا، فهو قائد السرية، سرية مجموعة من الصحابة، سرية صغيرة كده. فأججوا نارا في الليل، أججوا نارا يعني أوقدوا نار كبيرة جدا جدا كده في الليل. فسيدنا عبد الله بن حذافة قال لهم إيه؟ قال لهم ألست بأميركم؟ أنا مش أميركم؟ قالوا آه. قال لهم يعني وجبت عليكم طاعتي؟ قالوا آه. قال لهم اقتحموا هذه النار، كان رجل فيه دعابة كان بيهزر، اقتحموا هذه النار، يعني اقتحموا هذه النار؟ ادخلوا فيها. فقام رجل من الصحابة وأراد أن يجعل حاجزا حتى يقتحم النار، فقال له استنى استنى أنت بتعمل إيه؟ قال له أنا أطيعك أنت أميري. فقال إنما كنت ألعب. سيدنا عبد الله بن حذافة قال له إنما كنت ألعب، يعني كنت بهزر معك، إنما كنت بهزر معك، كنت بضحك معك. فكان رجل الله يرضى عنه كان فيه دعابة. فهذا الخبر وصل للنبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن حذافة أجج نارا وقال للصحابة اقتحموها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك وقال أو فعلتم يعني أنت سمعتوا كلامه؟ فقالوا طبعا يا رسول الله كنا وراباوتو يعني، بس ولكن هو كان يلعب كما قال، كان يعني في دعابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ضحك وعمل ستيتمنت هنا، عمل قانون الآن. قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تطيعوهم في معصية الله، يعني لا تطيعوا الأمير إذا أمركم بمعصية الله عز وجل، لا تطيعوهم في معصية الله عز وجل. والعلماء قالوا طالما لا نطيع الأمير في معصية الله عز وجل، إذن وجبت علينا طاعته في طاعة الله عز وجل. ها زي ما ربنا قال في القرآن، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم. فطاعة الأمير واجبة إذا كانت هذه الطاعة في طاعة الله عز وجل، ولكن إذا كانت في معصية الله لا يجوز لمسلم أن يطيع أحدا كائنا من كان على وجه الأرض في معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر كلمة وأطيعوا في الآية. فطالما كررت الكلمة في الآية وأطيعوا وأطيعوا، هنا واجبة طاعة الله والرسول بدون تفكير. ولكن عندما تكلم عن أولي الأمر قال وأولي الأمر منكم، يعني إذا كانت أولي الأمر
إذا كان أولي الأمر إذا كانوا في طاعة الله والرسول أطيعوهم، وإذا كانوا في معصية الله والرسول لا تطيعوهم. هذه بالنسبة للأمر بتاع الحديث بتاعنا النهاردة. فأخذنا منه الدرس، أخذنا منه القانون الإسلامي، أخذنا اللي احنا المفروض نتبعه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنه لا يجوز طاعة الأمير إذا كانت في معصية، وحتى إن جنرال عامة لا يجوز طاعة أي إنسان كائن من كان إذا كانت في معصية الله سبحانه وتعالى. يعني واجب من حق الزوجة على زوجته أن هي تطيعه. مثلا قال لك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة إيه لمخلوق في معصية الخالق. فلا يجوز أن حتى الزوجة إذا أمرها أن هي تعصي ربنا ما بيجوز. مثلا بعض الأخوات يبعثوا لي يا شيخنا جوزي أنا عايز أتحجب وجوزي مش راضي، أطيعه؟ أقول لها لا ما تسمعيش كلامه، اتحجبي. أنا عايز أروح الجامع وأصلي وجوزي مش راضي، أقول لها لا أصلي. لأن لا يجوز الإنسان يعصي الله سبحانه وتعالى بطاعة الإيه؟ الآخرين. ده مهم جدا، إحنا لازم نفهم المفاهيم دي. مرة واحدة من الأخوات بتقول لي يا شيخ أنا ما بصليش. قلت لها بتصليش ليه يا حاجة؟ قالت لها جوزي بيصلي لي. قلت لها مين اللي فهمك وضحك عليك الكلام ده؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ ده اللي قال لك كده ضحك عليك. قالت لي يا شيخ ما هوش جوزي بيصلي لي. قلت لها لا يا حبيبتي ده انت المفهوم ده غلط، لان ربنا سبحانه وتعالى في مساله الثواب والعقاب جعل الرجل والمرء سواء، اما للرجال عليهن درجه، او ان الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الدرجه دي او القوامه دي ان هو هير جارديان، يعني هو يعني بيخلي باله منها، بيحفظها، بي تيكينج كير اوف هير وكده. لا المستعان. فيعني هو اللي بياخد باله منها، بيطعمها، بيسقيها، بيحافظ عليها. دي معنى القوامه، مش التسلط وقله الادب. دي مساله مهمه جدا. ايوه ده احنا لازم نعرف ايش اللي جرى عليه هنا درجه. مقابل ذلك والانفاق من المال وكده، ان الزوجه تطيع زوجها وتحاول ما تعصيش في معروف وكده، ولا اذا بقى امرها بمعصيه او امرها بحرام هذا موضوع تاني خالص. فالرجل هو يعتبر مسؤول، كلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في اهل بيته مسؤول ومسؤول عن رعيته، والمراه في بيت زوجها مسؤوله ومسؤول عن رعيتها وكذلك. فلذلك المساله مهمه جدا جدا، ان احنا خدنا من الحديث بعض المعالم، ان احنا ان شاء الله باذن الله عز وجل نطيع الامير، لان عدم طاعه الامير اذا كانت يعني في معروف، وعدم طاعه الامير بتعمل تفكيك الصف. وشفنا اهوت اللي كانوا بيسموه الربيع العربي وقعدوا يضحكوا علينا، شفنا الامه الاسلاميه كيف اتفرقت وكيف قتلوا بعض وكيف الدماء سالت وكل ده، لان مفيش سيستم، مفيش نظام، مفيش اتباع لمنهج ربنا سبحانه وتعالى. مجموعه عصابات وكله بيقتل في كله وكله بيضرب في كله، ودماء سالت واسر ماتت وبلد اقتصادها ضاع وبلد انتهت وبلاد انتهت. كل ده بسبب ايه؟ بسبب الانشقاق. ويعني من اللي بيشق عصا الجماعه ده ملعون. فلذلك طاعه الامير قال، يعني حتى يعني في الفقه، الاصول الفقه برضو بيقول ايه؟ بيقول درء المفسدة أوجب من جلب المصلحة. صح، في مصلحة إن إحنا ممكن الليدر أو الأمير ممكن يكون في واحد أحسن منه، صح كلامنا. بس ولكن ممكن بتغيير هذا الأمير تيجي مفسدة كبيرة جدا جدا. المفسدة دي ممكن قتال الناس، تفكيك الأمة، مفيش أمن. وإحنا شفنا إيه اللي حصل في البلاد العربية، ولكن الحمد لله بلدنا مصر الجميلة محفوظة بأمر الله سبحانه وتعالى، اللي قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر الجميلة، أرض الكنانة وأهلها، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ كل دول الإسلامية، آمين يا رب، وأن يرشد هؤلاء الناس إلى ما فيه الصلاح. لأن للأسف الشديد كل عامل رئيس، طالما الكل عمل رئيس احنا هنا دلوقتي في مشكله كبيره جدا جدا، ان الضحيه هي هم الشعب، الضحيه الوطن، الضحيه الامه الاسلاميه. لان طبعا احنا يهمنا امتنا تكون امه قويه، وامه لها جذور في الارض، وامه قويه بايمانها واسلامها ودينها.
مهم جدا نتمسك في ديننا يا اخواننا ان شاء الله رب العالمين. هذا النهارده ده حديثنا النهارده باذن الله عز وجل. ودايما ما تنسوش الابتسامه اللي بتكسر الحواجز، ما تنسوش الابتسامه اللي بتزود الاندروفين الهرمون في الجسم، ما تنسوش الابتسامه اللي بتزيل الهم والغم والامور دي كلها، ما تنسوش الابتسامه الجميله اللي بتعطي الطاقه الايجابيه الانرجي، ما تنسوش ان من صفات اهل الجنه ان وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره. اسال الله عز وجل ان يبشرنا واياكم بالرحمه والمحبه والمغفره والجنه امين في الدنيا والاخره امين يا رب العالمين. ونراكم على خير. السلام عليكم.